الربيع الذي يعتبر هو المتنفس الوحيد ديال مدينة أزمور. نهر أم الربيع نعتبره نحن كأزموريين هو واحد المعلمة اللي مشهورة بها مدينة أزمور عبر التاريخ. نهر أم الربيع اللي للأسف فقد اللون دياله، فقد مجموعة ديال الأشكال اللي للأسف كانت ناتجة على واحد مجموعة ديال العوامل. الشركة اللي كانت جات من أجل أنها باش غادا تحل الفم ديال نهر أم الربيع هي جات فقط من أجل استنزاف الثروات ديال هذا النهر، والسبب الآخر أنه إلى حدود الآن نهر أم الربيع قطع صلته مع البحر، وبالتالي المياه ديال الصرف الصحي اللي صبحات كتكب ديال مدينه أزمور وديال الضواحي، وهادو اسباب وعوامل اللي خلات النهر انه يصبح في هاد الحاله الكارثيه. دابا الصيف والناس كما كتعرفوا على السياح، الناس كتبغي تجي شباط الواد، ولكن الواد خسر كيف ما كتشوف. هذاك الدراقه تسداش للقدام والخراجه ولات كتلوح في الواد، وكتشم فيه واحد الرائحه حتى السمك ديالو ولا كيتلاح في الجم ديال الواد، مابقاوش كيصيدوا اصلا. واخا يصيدوا داك الحوش ما خدامش وما فيه ما يتشكل، وفلي كي يمسك راه مشومرين كما كتشوف مراطيل الفليك ديالو مطالب. قليل في كيخدموا، لا فاش كيدخلوا الناس ديال السياحة قليل، الناس كتبغي تضرب دورة خفيفة وكتشوف حالات. جينا هنا باش زعما قلنا نعوموا ونستمتعوا بالواد، لكن للأسف لقينا تلوث، ماشي تلوث طبيعي، تلوث إنساني ديال الإنسان. خرجوا على واحد الواد اللي فيه 600 كيلومتر، والمدينة اللي كتجمع النهر مع البحر، عيب والله الا عيب. لقينا كلشي ملوث، لقينا السينيسمون ديال الماء الآسن بدون معالجة بدون تصفية مباشرة كيكب في الواد، الحوت مات. حنا لا صرنا دابا نقدروا نموتوا لو وقعنا شي تسمم، ما عطيتش رجلك تلقى الحوت ميت، الريحة آسنة. واحد ديبي متر ديال السينيسمون ديال ذاك الماء، اش نقول لك، راه عرفتي 300 لتر بار سكون. وكنطلبوا من المسؤولين يديروا شي حل للواد ويرجع كيف ما كان. راه مدينه غاده وكتدهور، حتى السياح كيجيو ما اللي كيجيو ما كيعجبهمش الحال كاع، فاش كراه بنادم رايح نفقه وكطلع معاه الريح. كنطلب من المسؤولين باش يكون عندهم شي ضمير حي اللي يخليهم يبادروا بشي مبادره اللي تنقذ هذا الواد اللي هو معلم من معالم أزمور. كنا في السابق نقول أنه يحتضر، الآن نهر أم الربيع صار في خبر كان. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.